بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 74 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد عبد الرحمن أحمد دياب من السودان. أخونا له أكثر من قضية. في القضية الأولى يسأل ويقول: هل يلزم المؤمن غسل السبيلين قبل كل وضوء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إنما الواجب الاستنجاء عند قضاء الحاجة بإزالة أثر الخارج من السبيلين، بأن يغسله بالماء وهو ما يسمى بالاستنجاء، أو يمسحه بالحجارة حتى ينقي وهو ما يسمى بالاستجمار، ولا يعيد هذا إلا إذا حصل منه خارج. وإذا أراد أن يتوضأ فإنه يتوضأ بدون استنجاء ما دام أنه قد استنجى سابقا ولم يحصل منه بعد ذلك خارج آخر، فإنه باق على استنجائه الأول فيتوضأ بدون استنجاء، لأن الاستنجاء ليس من أعضاء الوضوء وإنما هو إزالة نجاسة إذا وجدت. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: ما حكم الإقامة للصلاة؟ وإذا لم أقم الصلاة في الصلاة المفروضة، ماذا يكون علي أن أعمل بعد أن كبرت للصلاة؟ الإقامة للصلاة سنة، وإذا تركها الإنسان وصلى بدون إقامة صلاته صحيحة ويستمر في صلاته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا إمام مسجد يقول: إذا وجدتموني أخطب في يوم الجمعة فلا تصلوا تحية المسجد، ولكن بعض الناس لا يستمعون إلى كلامه ويصلون، ويقول لهم: من لا يسمع كلامي لا يصلي. من لا يسمع كلامي لا يصلي. وإذا كان يخطب ورأى واحدا يصلي يقول له: اجلس يا فلان، وإن لم يجلس كررها 3 أو 4 مرات، ويقوم بتغيير الخطبة عن هذا الموضوع. أوجهونا حول هذا جزاكم الله خيرا. أولا، ينبغي للمصلين التبكير لحضور صلاة الجمعة، لأن هذا من أفضل الأعمال. تبكير لصلاة الجمعة هذا من أفضل الأعمال. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالذي يأتي بعد الخامسة هذا فاته تقريب، يعني فاته القربان الذي فيه الفضيلة، وهو يتفاوت كما سمعنا بتفاوت تبكير إلى المسجد. أما ما ذكره السائل من أن من دخل والإمام يخطب، فإن بعض الخطباء ينكر على من يصلي تحية المسجد وقت الخطبة، هذا غلط كبير، لأن هذا الإنكار خلاف السنة. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. فمن دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا هو السنة، ويجب أن يخبر الناس بذلك. أما إنكار هذا الإمام فلا أصل له، ولعله لم يطلع على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما ذكره الفقهاء. والواجب أن الإنسان لا يتكلم في الأمور الشرعية إلا عن علم ومعرفة، لأن الخطأ في هذا كبير، ويحصل فيه من إضلال الناس الشيء الكثير، وهو من القول على الله تعالى بلا علم. فيجب على هذا الخطيب وأمثاله أن لا يتكلموا إلا عن علم وبصيرة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح لو تكرمتم ألاحظوا في نهاية الرسالة أنه يقول إن الخطيب يقول إن الحديث الشريف الوارد بذلكم الخصوص خاص بسليكة الغطفاني بارك الله فيكم. هذا من جهله، أصبح قد اطلع على الحديث ولكنه تكلم فيه بهواه. والحديث ليس خاصا بسليك الغطفاني، وإنما هو عام، إن دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع الحديث الآخر الذي هو الأصل في تحية المسجد. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا أن صلاة الركعتين وقت الخطبة ينبغي أن يخففها. طيب. أن يخففها لأنه جاء في الحديث وليتجوز فيهما، يعني يخففهما من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. نعم، بارك الله فيكم. شيخ صالح، بعض الأخوة المستمعين يناقش في كون الاستماع للخطبة واجب وتحية المسجد سنة، وحينئذ يجب أن يقدم الواجب على السنة، ما هو تعليق الشيخ صالح؟ هذا التعليل في مقابل نص، والتعليل إذا كان في مقابل نص لا يلتفت إليه. طيب. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله أم صهيب. أم صهيب لها أكثر من قضية، في إحداها تقول في بعض الأحيان وأنا أصلي إذا جلست بين السجدتين أريد أن أقول الدعاء المأثور في ذلك فأقرأ التحيات سهوا، فهل علي في ذلك سجود سهو؟ أرجو أن تفتوني مأجورين، جزاكم الله خيرا. نعم، من أتى بقول مشروع في غير موضعه كأن يقرأ التحيات في السجود أو يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع أو سبحان ربي العظيم في السجود وما أشبه ذلك فإنه لا يجب عليه سجود سهو، ولكنه يستحب له أن يسجد للسهو. إذا سجد للسهو في هذه الحالة فهو أحسن، وإن تركه فلا حرج عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. ألاحظوا شيخ صالح أنها تكثر من السؤال عن السهو، فتقول في سؤال آخر في بعض الأحيان أسهو في صلاتي فيتوجب علي السجود للسهو إما لأنني نسيت التشهد الأول أو غير ذلك، ولكنني في بعض الأحيان عندما أسجد سجود السهو وقبل أن أسلم أقرأ التحيات مرة أخرى سهوا مني، فهل أسجد سجود سهو مرة أخرى بعد السلام؟ جزاكم الله خيرا، كما أنني أشكو من كثرة السهو في صلاتي مع أنني أتفل عن يساري وأتعوذ من الشيطان 3 مرات قبل البدء في الصلاة وأجاهد نفسي في صلاتي، ولكنني أجد نفسي قد انصرفت عن صلاتي وأصبحت أسبح في بحر من الأفكار والتخيلات، أرجو أن توجهوني، جزاكم الله خيرا. الذي يظهر من حال السائلة أنها مبتلات بالوسواس، فعليها تستعيذ بالله من الوسواس، وإذا كثر فإنها لا تلتفت إليه بل تصلي وصلاتها صحيحة إن شاء الله ولا تلتفت إلى الوساوس. أما إذا كان وقع منها أنها تركت واجبا من واجبات الصلاة مثل تشهد الأول أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود أو قول ربي اغفر لي بين السجدتين، المهم إذا تركت واجبا من واجبات الصلاة سهوا فإنها تسجد له قبل السلام، وإذا سجدت للسهو فإنها تسلم، إذا سجدت سجدتي السهو فإنها تسلم في الحال ولا تتشهد بعد سجود السهو. وما ذكرته السائلة من أنها يحصل منها سهو متعدد، تترك التشهد الأول مثلا، تترك سبحان ربي العظيم في الركوع مثلا ويتكرر منها السهو، أو أنها تقرأ التحيات بعد سجود السهو كما ذكرت، فالسهو إذا تعدد يكفي عنه سجدتان، من سهى مرارا فإنه يكفيه سجدتان ولا يلزمه لكل سهو سجود. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، كثير من الأخوة المستمعين وكثير من الأخوات المستمعات يشكون من هذا المرض، مرض الوسوسة، هل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الوسوسة وكثرتها أنها مرض وتسلط من الشيطان، فعلى المسلم أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان، خصوصا بعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا لا يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر لأن يكون عنده ما يشوش فكره، بل يدخل في الصلاة وهو مطمئن البال.
ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، ونهى أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، كل هذا من أجل أن يتفرغ المسلم لحضور قلبه في الصلاة، ونهى عن الإسراع في المشي عندما يأتي الإنسان لصلاة الجماعة، لأن هذا الإسراع يشوش عليه فكرة ويثير نفسه، وقد يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر. كل هذه الأمور يتجنبها المسلم عند الصلاة من أجل أن يدخل فيها وهو مطمئن البال. بالدرجة الأولى يكون مستحضرا لعظمة الله سبحانه وتعالى في صلاته ومن هو واقف بين يديه، ويتدبر القرآن الذي يقرأه أو يسمعه من الإمام، كل ذلك مما يذهب عنه الوساوس. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع أحد الأخوة، يقول السائل ميم عين طاء، أخونا له أكثر من قضية، في إحداها يقول سافرنا من جيزان إلى جزيرة فرسان بالباخرة، وقد صلى بنا راكب الظهر والعصر جمعا وقصرا، علما بأن المسافة لا تزيد عن 40 كيلومتر فقط، ولكن مدة السفر أكثر من 3 ساعات، فهل ذلك جائز؟ مسافة القصر هي ما يبلغ مرحلتين للراحلة. يبلغ مرحلتين للراحلة، وذلك يتحرر بثمانين كيلو تقريبا، كل مرحلة 40 كيلو، المرحلتان إذن 80 كيلو تقريبا. وهذه المسافة التي ذكرها السائل قصيرة، لا يباح فيها القصر ولا الإفطار في رمضان على أحد أقوال العلماء. طيب، فكان الواجب أن يتم الصلاة، أن يتم الصلاة في هذه المسافة. وما ذكره من الأيام، ذكره السائل من الأيام الثلاثة، هذا لا دخل له، الكلام على المسافة، إذا كانت 80 كيلو فأكثر جاز القصر، وإن كانت أقل من ذلك فإنه لا يجوز. بارك الله فيكم. الواقع أن السؤال لو تكرمتم شيخ صالح يقول إن المدة 3 ساعات رغم أن الكيلوات 40 كيلو. كذلك لا 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 عبرة بالزمن على هذا القول، لا عبرة بالزمن، العبرة بالمسافة. بارك الله فيكم. يقول في سؤال آخر، مركز طبي به مناوبون على مدى 24 ساعة وموظفون، بعضهم يداوم فترتين صباحية ومسائية وبعضهم فترة واحدة، وهو يبعد عن مسجد الحي ما يقارب 150 خطوة، وأقيم به مسجد، فهل يجب علينا الصلاة فيه حين وجودنا وقت الدوام، أم نصلي في مسجد الحي علما بأنه يصلي معنا مراجعون؟ أنتم بالخيار، إن شئتم تصلوا في مسجد الحي، وإن شئتم أن تصلوا في المسجد المقام في المستشفى. الحمد لله، لا سيما إذا كان عملكم يتطلب أن تصلوا في مسجد المستشفى، صلاتكم فيه أولى من أجل مصلحة العمل. بارك، ومن صلى في المسجد الحي فلا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لدي 3 قطع أراضي سكنية متجاورة، وحاولت شراء الأرض الرابعة المجاورة ولم أحصل عليها، وقمت بعرض هذه الأراضي للبيع منذ مدة، ولا أعلم هل تزيد عن السنة أم تنقص، وكنت في هذه المدة أسعى للحصول على الأرض الرابعة، بحيث لو حصلت عليها لم أبع الأراضي الثلاث، ثم إنني الآن عدلت عن البيع، فهل عليها زكاة، وما مقدار مدة الزكاة المطلوبة؟ بناء على ما ذكره السائل فإنه لا زكاة عليه، لأنه لم يجزم ببيع الأرض هذه الفترة، بل كان مترددا، وفي النهاية قرر أن لا يبيعها، فهو متردد في هذه الفترة، وما دام مترددا فإنه لا زكاة عليه. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بتوقيع إحدى الأخوات فيما يبدو، تسأل عن حكم لبس ما يسمى التنورة، هل هو محرم؟ لأنني سمعت أناسا يقولون هذا إذا كانت غير ضيقة وغير مفتوحة وغير شفافة، فوجهوني جزاكم الله خيرا. المطلوب في لباس المرأة أن يكون ساترا، بأن يكون ضافيا ويكون واسعا ويكون ساترا لما وراءه، لا يكون شفافا، وأن لا يكون فيه زينة، يعني 4 أمور. نعم، 4 أمور لا بد أن تتوفر.
أن يكون ضافيا وأن يكون واسعا، نعم، وأن يكون ساترا لما وراءه، وأن لا يكون فيه زينة إذا أرادت به الخروج به عن البيت. إذا توفرت هذه الشروط في اللباس فإنه يجوز للمرأة أن تلبسه، لأن المدار على الستر وهو المطلوب، وتجنب الزينة التي تحصل بسببها الفتنة. أما الأسماء فإنها لا أثر لها. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم قص المرأة شعرها من الأمام بما يسمى قصة؟ هل في عملها هذا شيء؟ جزاكم الله خيرا. هذه القصة من الأمور المستحدثة التي جلبتها لنا الحضارة الحديثة وتشبه بالأجنبيات، فهي غير مرغب فيها. وشعر المرأة جمالها، يجب عليها أن تحافظ عليه. وإذا كانت عند أداء نسك الحج والعمرة تؤمر بأخذ قدر الأنملة من شعرها مع أنه نسك، فدل هذا على أنه مطلوب من المرأة أن توفر شعرها وأن تصلحه، لأنه جمالها، ولأن في قصه تشبها بالنساء التي نهينا عن التشبه بهن، لأنها ما عرفت هذه العادة وهذه الموضة إلا في هذه السنين الأخيرة لما جاءت هذه التقاليد من الخارج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هناك امرأة توفي أبوها منذ 5 سنوات، ومنذ وفاته إلى اليوم وهي لم تدخل بيت أبيها، وكلما مرت عليه بكت، وكلما ذكر لها بكت، ولم تدخل كذلك مزارعه، وكل ما لأبيها من ورث، وقد وضحنا لها أن هذا لا يصح، وحاولنا فيها دخول البيت ولكنها رفضت وظلت تبكي، فما حكم هذه المرأة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما البكاء فإنها لا تؤاخذ عليه، أما امتناعها من دخول البيت ودخول ممتلكات أبيها فهذا أمر لا ينبغي منها، لأنه ينبئ عن الجزع وعدم الصبر، والمسلم يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل، فتدخل البيت وتأخذ نصيبها من الإرث والحمد لله، وهذا أمر مكتوب على بني آدم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والمسلم مطلوب منه الصبر والاحتساب لا الجزع والتسخط واجتناب مخلفات الميت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع بسام محمد بن سليمان من المزايدة، أخونا له عدد من الأسئلة، في أحدها يسأل عن حكم الدخان في الإسلام، وخاصة أننا نسمع أنه مكروه، هل هذا صحيح؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. الدخان حكمه أنه محرم لما تقرر عند جميع الأطباء في دول العالم من أنه مضر بالصحة وجالب للأمراض الخطرة، إضافة إلى ما فيه من خبث الرائحة والتأثير على شاربه من الآثار السيئة التي تظهر على جسمه على شفتيه ومن خبث رائحته وغير ذلك من المضار، ولأنه منفذ للأموال الكثيرة بغير فائدة، فلا شك في تحريمه. وجميع الأطباء في العالم يقررون عن هذا الدخان أنه مضر وأنه خبيث وأنه لا فائدة فيه البتة، وما كان كذلك فلا شك في تحريمه. أما من يقول بأنه مكروه فقوله هذا ليس مبنيا على دليل ولا تعليل صحيح، وهو مكابرة للواقع، بل هو محرم لا شك في تحريمه. كانوا في الأول قبل أن تظهر التحليلات الطبية وقبل أن يتطور الطب كانوا يجهلون كثيرا من أضراره، وإنما يكرهونه لما فيه من خبث الرائحة وكراهة المنظر. أما اليوم وقد جاءت التشخيصات الدقيقة في أضراره وأخطاره فلا مجال للتشكيك في تحريمه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن حلق اللحية الشيخ صالح، ويقول: نسمع أن تركها سنة وأن حلقها من الكبائر، فما رأي فضيلتكم؟ أن تركها سنة وأن حلقها من الكبائر، إعفاءها قصده، لعله يقصد إعفاءها، أن إعفاءها من السنة وأن حلقها من الكبائر. الذي يكون من الكبائر لا يكون سنة، إنما يكون واجب، يكون إعفاءها واجب. إلا إن كان يقصد بالسنة يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فإعفاء اللحية ثابتة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع أمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها فقد نهى عن حلقها وقصها، وعد ذلك من التشبه بالكفار والمجوس والمشركين، كل هذا يدل على تحريم حلق اللحية.
ويدل على وجوب إعفائها، وعلى أن ذلك من خصال الفطرة التي عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والتساهل في هذا الأمر تقليدا للكفار والفسقة والعادات السيئة كله مما لا يجوز للمسلم الاستسلام له، بل الواجب على المسلم أن يعمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالفه الأكثرون، ولو خالف العادات تقاليد. وأما أن حلق اللحية من الكبائر فلا يظهر لي هذا القول، هو وإن كان محرما وفيه إثم ومخالفة لأنه لا يصل إلى حد الكبيرة، لأن الكبيرة كما عرفها العلماء كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو نار، هذا ضابط الكبيرة، وليس شيئا من هذه الأمور جاء في حلق اللحية، وإنما جاء النهي، والنهي يدل على التحريم، وليس كل محرم يكون كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.